7:09 على يفهم أحلى راديو هذه العبيلة تجيكم من توا حتى الثمانية متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الأنوار للناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو يفهم ولا على شان يفهم تي في على اليوتيوب. مع اتصال تونس معنا حد راح متغشش شعار بدينا به، شعار إن شاء الله باش نواصلوا به تيلة الموسم إتوال 600 إتوال 1 دياس، هو الكود اللي وصلك لل 600 دينار كاش، وعلاش ليه كيا ريو قيمتها 50,000 دينار من إهداء اتصالات تونس. حلقة الأربعة 6 جويلية، حلقة العمالقة، صراع القيادة. فرحان برشا اللي معايا اليوم القيدومة رحمة زغلي من نادي عاصمة. رحمة عاصمة، شو حوالك؟ عايشك وليد، الحمد لله. في فورما؟ في فورما، فرحانة اللي جينا سيزون جديدة نتاع الصيف معنا. برمجة صيفية، برمجة صيفية، فرحانة، جو سو تري كونتون. شيخة بالصيف ومازلت توا باش بعد العيد جو في ديماغي. دليل نهدي قاعد يصرف الصيف ولا؟ والله دليل يكره الصيف عن المصروف. دليل كيما النمال يحب يخدم في الصيف باش يصرف في باش يخبي. فنان فنان. فرحان زاد برشا اللي معايا اليوم. سلمى هنتيتي، عزام سلمى. عسلمة وليد، عسلمة رحمة، ومرحبا بكل مستمعين اي اف ام. حاضرة للقيدومة كل عادة والعويد، أنا جمع حاضرة حاضرين اليوم. قلت لك معناها حرب على جميع المستويات. أوفيغا الفايدة في الفعل مش في الكلام، معناها برشا يحكيو يحكيو ما يعملوا شيء. توا أنت توا ما تعلمتش وليدي. العبرة في الخواتيم، العبرة بالخواتيم. يلا سيدي ننطلقوا في الروندة الأولى مباشرة من صفاقس. 32 سنة، حسونة عفاز، شعبيك حسونة. عسلامة حسونة. حسونة حسونة. وي يالو، شنو أحوالك يا حسونة؟ لاباس عليكم فردين، صحفيين؟ والله الحمد لله. انت شنو الاحوال؟ يا رب يرضك، الحمد لله يا رب. اخويا كي سالتهم قلت لهم في الاعداد، فريق الاعداد شنو يخدم حسونة؟ مدوا لي 6 خدمات، ما عرفش نختار. حويت سائق فلاح يغلف الموبيل، يا اعطيني اخويا خدمه خلينا نشوف. ان شاء الله تو فور مومون ان شاء الله ربي عيني، تو نخدم غلف موبيل غلف صالونات. اي الله المستعان، عايشك. ونخدم معنا مرمى، ونخدم شوفير على كاميون، ونخدم في البحر. والله معلم كل شيء، والله معلم يا حسونة. وبخلاف هذا الكل متطوع في منظمة الهلال الأحمر، اي متطوع في الحماية المدنية بالفاقس، اي واكتيفي في جمعية حماية الحيوانات بالفاقس، اي في المجتمع البلدي في المعنات البلدية مثلا عندنا في ساحة الدير. خويا السي في هذايا متاع سفير ولا وزير وننصح الشباب الكل ماذا بهم كما نقولوا احنا، يقدموا شويه ويعاونوا ويبقى حاجه فيها تطوع حتى اللي عنده وقت فراغ يمشي هكا يعمل. والله برافو يا حسونة، برافو، ان شاء الله تكون مثال للشباب الكل. هذا اكزومبل سويفغ حسونة، وان شاء الله الشباب الكل هكا. المهم القعده في الدار والقهوه لي صحيت حسونة. يقعد معنا حسونة، وريني خويا توا قدراتك، حضر لي روحك، ما تعلقش تليفون، نمشيو لبن عروس. شبدة سي فايسل كناني، شعبيك سي فايسل؟ عسلامة سي فايسل. عسلامة، شعبيك يا سي فايسل؟ والله لاباس الحمد لله. الصغيرات لاباس الحمد لله، يرحم والديك يا عيش. الحمد لله. يلا حاضر المباراة ان شاء الله. ان شاء الله. يلا سي حسونة وسي فايسل، سؤال سؤال، 10 ثواني 10 ثواني، اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع رحمة وإلا مع سلمى. نبدأ بك أنت يا حسونة. يا حسونة حاضر؟ حاضر إن شاء الله. 10 ثواني يا حسونة، السؤال يقول سميلي 3 حروف فوقهم نقاط. حرف القاف، حرف الفاء، حرف التاء. يا عيني عليك. يا عيني عليك يا غالي. زوز ثواني. منور يا غالي. منور يا غالي. زوز ثواني، ركور حسونة، برافو يا حسونة. زوز ثواني، 3 إجابات صحيحة. سي فايس. هلا. خويا حسونة داخل بقوة يا خويا، شنو تحبني نقول؟ أي ولكن المستحيل ماك تعرف. ما نعرفوش احنا، هكا ولا إيه؟ يلا. 10 ثواني، سؤال يقول سمي 3 أسامي يبدأوا بحرف النون. نهى، نيلة، نورس.
نورس نوين ليلى نورس في 3 ثواني يا فيصل في 3 ثواني. حسونة كان أسرع بثانية رحمة. أخويا مباراة قوية ذي اليوم. قوية بين الكرونيكوز وقوية بين المتبارين. به أيس حسونة. أكيد ما كان ثم أساطير في الكرونيكوز. أخويا أساطير زوزة دوما الرحمة ليه أخويا البزارك تتفرش في العرض من بعد. أي حسونة. ربي يخلي أخويا عايشك يا حسونة. أي سيدي اختار يا حسونة. أي. رحمة ولا سلمى؟ أكيد رحمة. مرحبا مرحبا يا مسؤولية كبيرة والله. أنا بدي قلبي يدق بهق على نورمال. ما هو شنو يعمل والله ليه معناها يولي يدق بأكثر بالزيت. والله العظيم نورمال ما هو قلبي يدق. عاصمة سي فيصل حاجات. سي فيصل مع سلمى. سي فيصل إن شاء الله مربوحة. حسونة مع رحمة تنطلق المباراة بسؤال الأولوية. سؤالهم البنات الموجودين في الاستوديو تعرفوا القانون انتم قدم معاد دونك احنا من الارشيف. اي صحيح القانون الرحمة لما تغزل للرتور وما جاوبش قبل ما كمل السؤال. السؤال يقول شنو لون النجمة والهلال في العلم الجزائري؟ سلمى. احمر. احمر جواب صحيح برافو. لون البزر تاع رحمه احمر. احمر سلمى رحمه تو قاعده تغزل شويه. تغزل ليه والله ليه والله شويه والله برا برك تعليه تتهم فيا انتو بتيب بعد الثقه اللي عطاه لك سي حسونة ما تفكش البزر الحقيقه الحقيقه معناتها كاتاستروف كاتاستروف معناتها يا سي فايس. تعال سلمى خذت الأولوية كانت أسرع من رحمة. يعطيك صح. لبنى سريع. سلمى معي هذا. 30 ثانية السؤال هذا على نقطة. سي فيصل تتشاور أنت وسلمى تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. سؤال يقول شنو هو الذهب الأحمر؟ الذهب الأحمر. الاقتراحات الزعفران المرجان ولا الفحم؟ سي فيصل أعلم. الذهب الأحمر الزعفران المرجان الفحم. الفحم النحيوة الفحم الذهب الأسود المرجان وحتى الزعفران إبيس غوج هي هي نورمال مو طبعك. أنا شاكة بين الزعفران والمرجان أما ما نعرفش هكا. 4-3 زعفران نقول. أي انتهى التوقيت. سيفايسل هي قاعدة تجاوب بالزهر شاكة بين المرجان والزعفران. إجابة نهائية شنية؟ زعفران. زعفران جواب نهائي. نعم زعفران جواب نهائي. تو زعفران طرف هكا خاطر المرجان نعرف يسميوه ليه. المرجان عنده اسم آخر يسميوه له اللي هو مش الذهب الأحمر دونك مشيت للزعفران اللي هو زاد أحمر وعليش ذهب احمر وانا عارش. والفحم كي يشعل شنو يولي لونه؟ يولي يشوي. متفاهمين يشوي هذاك متفقين فيه مي شنو يولي ان شاء الله ما يشوينيش انا ولع. يولي ولع يولي ولع. يا سي فايس اهلا. تبعت سلمى اللي اختارت الزعفران رغم اللي شكت في المرجان. الزعفران هو ملك التوابل. نعم زعما عنده تسمية في أخرى المغرب يزرعوه برشا في المغرب. تسمية أخرى زادة الذهب الأحمر. الزعفران ملك التوابل ماهوش الفحم وماهوش المرجان هو الزعفران. يلقب الذهب الأحمر. والله أنا ديما حاقره الحقيقة. لا 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 يتزرع كميات عنده قيمة غالي. كبيرة قيمة كبيرة يحط شوية زعفران هذيك معناها عندها باراغون وعد يمشي وعد يمشي تفت في الكوجينة غدو. الأكثرية يتباع غادي. أنا غدو باش ندور على الكوجينات في العيد الكبير. الزعفران خويا بقدره. والله. يا سيدي لا رحمة. أبابا. راي إشارة القيادة مسؤولية. نعرف. نعرف. سي حسونة سيد قال آخر 7 خدم تبارك الله. ما شاء الله. دبر راسك. سؤال الأولوية. السؤال يقول حسب المثل شنو الحاجة اللي تحطها على فم الميت يضحك؟ ماني 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 الفلوس 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 يا حايس والله زعما تحط على فم الميت. هذا مثل يقولوا مثل كانت ما ميت تقولوا. جواب صحيح الفلوس. حسونة
يا حسونة. وي خويا القيدومة استفاقت. هاني راه رديت الاعتبار. أسطورة من أساطير يا فهم. أيوة. عايشك عايشك عايشك. أسطورة راه تعرفش معايا أسطورة. والله يا نمبر وان. وجهي حمار. معناها فما. كيما عون جابر فهمت إن شاء الله. يعيشك يعيشك ولا لا. لا يا عون جابر اللي ما يعرفش اللي ما يعرفوش السويسة. أي. معناها سنة سنة دخلت مع معدة في ذهنية الفرنسية. معناها تحسنت شوية. أي. ولا تحسس نرفز برشا ولا تنجح حتى كيف اللعبة نتاعها. اي ما يا حسونة ما نقلوش من الكفاءات اللي عندنا معاها اليوم الممرن والمعد البدني. قاعدين هو ديجا كي عايتك العيطة ذيك برافو اونس في التيران ذيك لازمها مش معد ذهني. اي ولا لا بيرسيفيرونس هي زادة حاطت في سيفري. قلبها زادة وترينيت وخدمت على روحها. تعديت الباليخ. بيان سور ما شاء الله. حسونة. وي. 30 ثانية حسونة. يفصلون على نقطة التعادل. ركز خذ وقتك تشاور انتي ورحمة اعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. سؤالي يقول أن هي الغناية اللي تحكي على قصة حب حزينة واقعية. الاقتراحات اعذريني يوم زفافك، مرسول الحب، وإلا مريم مريمتي. يظهر لي ذيك اعذريني يوم زفافك. سي حسونة قالك أنهي الغنية اللي تحكي على قصة حب حزينة واقعية من بين الغنية هذوما مرسول الحب مريم مريمتي وأعذريني يوم زفافك. مش هذية بالحق مش يغنيها في أنا يظهر لي أنت هالتوقيت ما عندوش الإجابة قاعدة تجاوب بال لا يظهر لي اللي غنيها نسيت شو اسمه المغني وائل جسار. أعطيني الإجابة سي حسونة تنحكي وتنتناقشوا. أعطيني الإجابة. أعذريني يوم زفافك. جواب نهائي. نهائي نهائي على الأخر. نهائي على يا حسون اللي خاطر مرة ريتها هكا فيسبوك يا حسون. وي بابا جواب نهائي على الأخر. دبر راسك خويا. جيت باش نعمل هكا زوز ثواني نعطيهم بلاش لحسونة وكنت باش نعطيهم الفيصل الحقيقة زوز ثواني هذوما. يا اخي حسونة ما حبش ياخذها. دبر راسك يا حسونة. الغناية هو وائل جسار اللي غناها وسيفري غناها الوحدة حبها يظهر لي ولا اخذها اللي حبها هو ما عادش حزين. اي ما شنو اللي صار؟ اللي حبها هو خاطر مسيحي وهي شيعية دونك ما حبوش يعطيو دارهم. ما خذاها اون فان دو كونت. اي دونك الغنية للأسف هي مريم مريمتي. بعد ما عملت المقدمة خطفوا مريم يا دلي وعلى العسكر العثماني خطفوا مريما يما أخذوا مريما. هذوما الكلمات. جورج واسوف غنيها به يا حسونة. وي بابا خويا جا سؤال مش في دومينا للأسف. لا أنا في حاجة أنا مشيت. لا أنا ظهرت لي حكاية وائل جسار خاطر أنا مشيت لوائل جسار. أنا منين نعرف مريم مريم؟ ماهيش واقعية هذيك ماهيش واقعية. نعرف مريم بالنامي. احنا قلنا حزينة قلنا حزينة وواقعية ماهيش واقعية. أخرى حزينة زيدة. حزينة ماهيش واقعية هذه واقعية. يا ريت كيف ركز ركز. حكاية وائل جسار واقعية. ماهيش واقعية. يا مدار ماهوش هو مشى غنى للمرأة اللي حابة مشى غنى لها. هو اللي حابة أختها. هو صحيح. تعذب في قصة الحب متاعه ولكن تعذب على خاطر ما حبوش لأسباب طائفية ودينية. ما حبوش يعطيوه من بعد خذاهم فانت كونت. أوكي. كبش طيب شو رأيك قوت المرأة به. يا سيدي سؤال الأولوية مرة أخرى نقطة سلمة ما زلنا صفر من نقاط الرحمة. السؤال يقول من مرقته بين عشيه. بين عشيه جواب صحيح. جواب صحيح. يا سي فايسل اهلا. يا سي فايسل 30 ثانية سؤال على نقطة ثانية. السؤال يقول أنا هي أنظف مدينة إفريقية. الاقتراحات الدار البيضاء، كيغالي، كيغالي عاصمة رواندا ولا وهران. سي فايسل كيغالي يظهر لي عاصمة رواندا. كيغالي كيغالي تاع رواندا. دونك متأكد انت من المعلومة؟ لا نورمالمون خاطر رواندا في التعدد الثاني آخر في الأمور هذيا تاع البنية التحتية مشات المياه. العب يلا دونك كيغالي. يا فيصول جواب نهائي. باهي نورمالمون جواب نهائي. أنظف مدينة إفريقية بين الدار البيضاء، كيغالي، وإلا وهران. تونس هي الرابعة بارك الله إفريقيا.
الحمد لله بون مش بعد برشا كمان. لا راح مش بيك مستغربة احنا الرابعين بالحق. ليه مستغربة انا خاطر نرى في الشاي بصراحة حتى انا استغربت قولي نجيو بمئة والف بون بتاتر ما زال ما عودوش عملوا الاحصائيات انا حبيت اقول لك الاحصائيات قدم شوية لا لا ان شاء الله بل 2011 خليكم متفائلين زيني متفائلين خليكم متفائلين يا ولي تو بربي يجيبوه ولا باش تعاركني انا دقيقه ما يسالش تحل القوس هذايا ما يسالش اي سي امبورتون خاطر الطبيعه مشيت ما عادش باش الكره الارضيه ما عادش باش تستحمل اكثر من اللي استحملت اوغزمون جاو عامين الكورونا باش نضافت شويه وحدها باش مي انت التربيه تبدا شنو نضافت كل سنه وقفت وقت كرهب وقفت تلوث نحكي لكل شيء وقف داكور دونك هي التربيه تبدا من الدار. انت ما تجيش قدام ولدك تحل الشباك الكهرباء وترمي الكيغت ولا الدبوزه خاطر ولدك شبشا مش يقول لك مادام بابا عمل خلينا نعمل كيفه رحمه لبيبه لا لا مش لبيبه لا 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 عندك خاطر البشريه باش ننقرضوا والله عندك زاد ومتت شهريه هاني نحسس قاعده وانا طب حاس عليك خاطر حسونه قريب بيتحسس مسكين خاطر خذوا نقطه اخرى فيصل برافو نقطه ثانيه الفيصل توا الماذا بيك تسيب عليك من انا حتى ما عندنا تسيب عليك من المواعظ والنصائح ركز توا مع حسونه فهمت سي حسونه اموره مريقله وين مريقله خاسر خاسر حسونه خاسر يا الميلو موجود حسونه يا حسونه قول لها يا خويا الاسطوره انت ما الاسطوره الاسطوره قول لها خاسر لا تستطيع عمرها ما يطيحوا ديما يعملوا هكا الريبلوت في غرطان يا ولد حوالي في عودي يقول لي هاو قال لك ريبلوت معناها ريمونتادا يقصد هو دبر يا فيصل الكيستيون هذايا ونربحوا يلا السؤال الاولويه السؤال يقول التوت المر هي روايه تونسيه ولا مصريه؟ مصريه التوت المر عاود لا ما عندي ما نعاود ليه عاود هي التوت المر هي روايه تونسيه ولا مصريه؟ جاوبت مصريه وللاسف الاجابه غلطه هي اسطوره تونسيه هي تونسيه محمد العروسي المطوي نعرف التوت المر به لا سلمى فيصل انا شفتني في تبق خاطر ما نعرفهاش سهلة حاضرة في زفية يا اخويا فيصل لازين ثانية يا فيصل يفصلوك على ال 600 دينار خلنا نفقد حسونة يا حسونة وي بابا ما زلت مصر على الأسطورة على لقب الأسطورة شوش يعمل لي شوش يعمل لي والله عاجبني حسونة حتى خاسر وبقي ماني على خاطر والله سيبيا العشرة البيه يا حسونة ما خليكش تروح متغشن هذي نوعدك بيه اتفقنا ان شاء الله يا سي فيصل اهلا 30 ثانية فيصل سؤال يفصلك على ال 600 دينار السؤال يقول ان هي الماركة العالمية اللي تم مقاطعتها فترة بسبب استخدامها لحديث نبوي في عرض الازياء اقتراحات جون بول غوتي توم فورد ولا فانتي سي فيصل هي ان برانسيب لا مارك نتاع ريانا اللي هي بعد خرجت واعتذرت اللي هي استعملت حديث نبوي دونك فانتي هي نتاع ريانا اللي اخترت وانتي انا حط ما عنديش انا حتى وانا مبروك العب يلا انت التوقيت فيصل تعال جاوب نهائي باش تبع سلمى هاي وجون بول غوتي شبي لا صارت عليها حمله بوليميك. وتفرجت فيها على لي ريزو سوسيو كل شيء واعتذرت مع ريانا وهبطت ستاتيو واعتذرت انها هي ما قصدتش الاساءه ولا مارك نتاعها هي فانتي لا مارك هي فانتي به فايز نعم الماركة العالمية اللي تم مقاطعتها فترة بسبب استخدامها لحديث نبوي شريف في عرض الأزياء باقي مركزين معانا احنا مفهمتش معنا لا علي يلا نحكي وش في السياسة جون بول غوتي استبعته توم فورد استبعته قلت الماركة هي انا تفرجت فيها حتى تاع الديفيلي تفرجت فيها اخت كسرت الحملة تفرجت فيها متأكدة اللي هي فانتسي تاع ريانا فانتي والإجابة فانتيت برحمة ثلاثة نقاط جواب صحيح برافو فيصل مبروك عليك فيصل
600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. مبروك عليك يا فيصل. انا مكشفين كابيوني. ايوه دورة مكشفة طاو كورة يا والله حوالي. يا اخوي مبروك عليك ساعه افرح انت. مبروك عليك يا فيصل ونخلي لك مود لفا على شكون تحب تسلم فيصل. اي عم سلم على عائلتي ولادي محمد وايد الله ولجينا ربي يفضل عمرك زوجتي مديحه وسلم على فاميلتي واصحابي وحبيبي واهلي نسكننا والترجي يا دوله. ربي يخليك يا فيصل نسلم عليك برشا مبروك عليك 600 دينار كاش من اهداء اتصالات تونس حصونه. وي بابا خويا باش نخلي الاسطوره تقدم لك الكادو نتاعك. تسمع يا حسونه يا حسونه كيفاش يعمل في النميمه؟ عادي عادي شراو يا وليد نجم نمره يدخل في القرعه صحيح ونجم يكون فايز معنا نجم يربح كرهبة كل شيء كيا ريوق قيمتها 50 مليون حسونه مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس خلي لك مود لافا حسونه على شكون تحب تسلم هاي نحب نسلم على اهلي وناسي امي وبابا ربي يفضل عمرك نحب شكر خاص على الاخر انت كان الغمجي اللي رئيس جمعيه حمايه حنك الشاخص تحيه له الشيخ عبد الله مليت رئيس جمعيه منظمه الاحمر فرع كاخ الدير تحيه اليوم الكل نسلم على حبيبي في كاخ الدير ونادي تقدم رياضي في كاخ الدير وطلب صغير كان اغنيه محلات يامي لامي تسمع فيها في الراديو ربي يفضلها لك ان شاء الله السيده المخرجه القانا الاغنيه السيده المخرجه حطوا لك توتسويت في الفيوت والاسطوره ميكاز الاسطوره اي ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى عيشك عيشك يا حسونة عيشك ميرسي بوكو عيشك بقعه في الجنه ومنحوس سيدنا البيكر ودفانا اي ربي يخليك وذي اغنيه ديديكاس للوالدة يا حسونة ميرسي بوكو اتوال 600 اتوال واحد دياس هو الكود اللي وصلك للكياريو قيمتها 50,000 دينار تحتيحة صغيرة مع البيب راجعين سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة على في محلى راديو ما زلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة متاع الليل اتوال 600 اتوال واحد دياس هو الكود اللي وصلك للكياريو قيمتها 50,000 دينار كل ما تلعب أكثر كل ما تكون حظوظك أوفر للربح معانا وتكون موجود معانا زيادة وتلعب على 600 دينار كاش من إهداء اتصالات تونس يلا سيدي نمشيو للروندة الثانية مباشرة من المروج أربعة حسين بريشن شنو رايك حسين؟ عسلامة حسين شنو أحوالك يا حسين؟ والله بخير الحمد لله قال لك حسين بطل العالم في البروتكسيون رابروشي واو بطل روحي مش بطل العالم بطل روحي خويا كان الأمور هذيك كان لي هكا وهكا وفازيت الكل تعملهم ها؟ صحيح ولا حسين؟ كراف ماجا واللوت و ها؟ ايه اما تستعملهم كان في الخير نورمالمون في الشر تري بيان هاي ما لا باش تعرفوا تبدا فما عركه في الحومه يعيطوا لك لا لا هذا مش سنك هكا تجي تحز هكا هو البروتكسيون بالنسبه للخدمه نتاعي ربي ربي عينك يا حسين الله المستعان يلا قعد معنا حسين طلق تليفون نمشيو للزهره سي نور الدين بن علي شاويك سي نور الدين مرحبا سي نور الدين شنو حوالك يا سي نور الدين لاباس الحمد لله صحه بخير لاباس الحمد لله الصغيرات شنو حوالهم يا صح الحمد لله توا نورمالمون لقيت هذا حوس صحيح ولا صيف هاك لقيت هذا حوس معروف الوقت هذاك في الصيف تشتك الكلاس بامبالوني بيتزا خليهم يشوفوا اه سي نور الدين أهلا سي حسين سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع القيدومة رحمة وإلا مع سلمى اللي قاعدة تلعب على شرط القيادة وظهر لي حاسس أنا والله أعلم من هنا ما يوفى الصيف متى ما تفك خاطر ما تعرف راهو زاد ما ماشي ما عمرينو عليا هذا مش نورمال الراجل ما قديمه شويه قديمه معناها تتسمى انا اقدم منك بحق انت اقدم منها يا سوغ انا اقدم منها ملكي في مال فكتها فكين ما يتغم يا خوي يا خوي عندها عندي عندها لذوكم عندها تاكلك ماكله ما تخلي فيك شيء
تقعد لك شرط القيادم نجم شكرا. عايشك يا وليد عايشك. آه يا سي حسين تفضل. نبداو بك انت حسين. مغروم بالقهوة؟ لا برشا برشا. آه يا سي 10 ثواني حسين سؤال يقول سميني ثلاثة شخصيات موجودين في لعبة الشكوب. الري وتريف الري ومجيرة وكوال. راي مجيرة كوال في 6 ثواني حسين. في 6 ثواني برافو يا حسين ثلاثة إجابات صحيحة. هاي سي نور الدين. نعم صحيح. 10 ثواني سؤال يقول سميلي ثلاثة حيوانات ما نجموش نربيوهم في الدار. هذا مثلا الذئب ال 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 شو اخر فيسا الذئب اسد حيوان الدرية فيسا اي كركدن فيل فيل زرافة زرافة يا سين نوردين تراك 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 به ميسج حسين كان اسرع. حسين لك الاختيار رحمة ولا سلمى. سلمى سلمى عسلمة حسين. حسين مع سلمى سي نور الدين مع رحمة. تنطلق المباراة بسؤال الأولوية سؤال يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو سي حسين وسي نور الدين تقعدوا تسمعوا فقط البنات سرعة مطلوبة. السؤال يقول شنو هو جمع كلمة حديث. أحاديث. أحاديث جواب صحيح. نبدلوا لك البزارة فما مشكلة. رحمة مش على من الخوف راني حاسين يا رحمة. لا لا ما والله لا ما نحبش مش مشكلة. تحب نتفق دورك البزارة. لا لا خلي خلي تغشش رحمة فاتك ريجول يا رحمة. حبي غششني بس. اه يا سيدي حسين 30 ثانية سؤال على نقطة حسين. السؤال يقول وين يصير مهرجان سيدي البشير البجاوي؟ الاقتراحات جومين ماطر ولا باجا؟ سي حسين تعرفوا مهرجان سيدي البشير البجاوي؟ سيدي البشير نعرف كان سيدي البشير هذا في تونس اما اللي متاكد منه باجا. وانا نقول لك جومين. انت متاكد عندك المعلومه؟ ولا مش معلومه هكيك. انتهى التوقيت سلمى انتهى التوقيت. اه يا سي حسين حسين جومين ماطر ولا باجا؟ جواب نهائي اعطيني. باجا. جواب نهائي باجا. وين يصير مهرجان سيدي البشير البجاوي؟ اخترت باجا رغم اللي سلمى اختارت جومين. ما فهمتش علاش ما سمعتش كلامها. اجابه غلطه للاسف مش باجا هي جومين. اما اللي حسين راهو ذكا هو يا حسين ما ركزت. دوماج هلا غلط. اه يا حسين هلا غلط. سلمى هاك تشوف في فورما حتى رحمه راهي في فورما عادي كبيرة تو بدلنا لها البزور باش ما تقعدش هكا كيما اللي عمل لي مع سليمه اصفر هذا فكرها بدلنا لك البزور شنو واخ باهي باهي ورينا توا ما تو دراعك يا عليف ساهي ولا ايه خلي هذا ريحه قالت مسحوره بالضبط تنطبق عليك توا. سؤال الأولوية سؤال يقول العظمة ما تقول تق كان مساء اما فار شدك الفار. العظمة ما تقول تق كان فيها شق. شق شق ولكن رحمة لك الكلمة. اي اما حاجة البزور يخدم ليه منزل قبل هنا قاعد نستنى في السؤال. اه قلت لها انا ما عنديش علاش تتغشى. لا لا انا قعدت نستنى هكا تعرف اللي قالت لك خانها هذه ريحه قالت مسحوره هاي بدات تسترجع. اي لا راه تو وريني قدراتك صحيح ولا صحيح. سي نور الدين نعم 30 ثانيه سي نور الدين سؤال على نقطه. السؤال يقول شنو هو اصل كلمه فيروندا؟ الاقتراحات هندي ايطالي ولا اسباني؟ شنو اصل كلمه فيروندا؟ ظهر لي برتغاليين. لهيدي لهيدي حصيله عمي حصيله يظهر انا نقول لك حاجه يظهر لي هند لا ايطالي ولا اسباني خاطر انت كي تقول فيروندا فيروندا هندي انا نقول. اي سي نور الدين هندي هي تقول هندي. اعطيني الاجابه ما عادش عندي توقيت. اي بين هندي ايطالي اسباني هي اختارت هندي. سي نور الدين
اسباني ماكش تسمع كلامها. ايطالي 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 جمله واحده. تحبش نحطوا لك برتغالي به. اخترت ايطالي جواب نهائي. سي نوردين اليوم ما فهمتش المتبارين ما اختاروك ما همش ما مقتنعين 100% فيكم. فهمتش علاش. للاسف يا سي نوردين ماهوش ايطالي وماهوش اسباني هو هندي كما قالت رحمه. يا سي نوردين عليه هكا غالب هاكا حسين ما سمعش كلام سلم. سين الدين ما سمعش كلامك. ما عندهاش ثقه فينا. تو متاكد السؤال هذا كلكم سوا باش يسمعوا كلام. يلا سيدي السؤال الاولوي مره اخرى. السؤال يقول شنو الاسم التونسي لكرتون مغامرات الاخطبوط؟ شلويش. شلويش. قرين شلويش جواب صحيح. احسنت يا رحمه. معاه النحله زينه. النحله زينه نتذكر انا ساسوكي. نعمان ساسوكي. نعمان هذوكم الكل لابيريود هذيك سالي وساسوكي ومجله عرفان وماجد خلصت عليهم سلمى. اي ذوما خلصت عليهم مع شلويش. جراندايزر زاده جراندايزر دالي كان يحب الشلويش. دالي كنا نعيطوا في الحومه دالي شلويش. لا فخذك يا سي نوردين. نعم 30 ثانية أخرى يا سي نوردين. دبر راسك تحب تسمع كلام ما تحبش أمورك. أنا أخويا مع الرسول إلا البلاغ. يا سيدي السؤال يقول شكون الملك اللي يحكي عليه فيلم أختان في بلاط الملك The Other Blaine Girl؟ اقتراحات هتتعود لك بونابارت أنري الثامن وإلا لوي كاتورز. يظهر لي أنري ويت أنري ثامن. عاود السؤال كانت شكون الملك اللي يحكي عليه فيلم أختين في بلاط الملك The other Blaine Girl. إن شاء الله لقب ومنطقته صحيح. Blaine Girl يظهر لي هنري ثامن. يا سي نوردين شكون الملك اللي يحكي عليه فيلم أختين في بلاط الملك The Other Blaine Girl بونابارت أنري ثامن لوي كاتورز؟ هي اختارت لوي أنري ثامن. أي عطيني الإجابة متاعك سي نوردين. بونابارت. فهمت العملية. شنو برجك سي نوردين؟ دروي ذول كيفاه؟ برجي بلا أسد. هيك هو الكلمة كلمته شورتو ما يحكي مع حد ملك الغابة ما حدش له حاجة عندي. يهديك. لا ساي انت اختار بونابارت جواب نهائي. سي نوردين خويا خليك اسد ميسالش حتى وكان معناها ثمن بعض شوية. للأسف الإجابة غلطة ماهوش بونابارت هو أنري الثامن كما قالت رحمة. سي نوردين أك الصيد ماذا بك ترقدوا شوية. ألو سي نوردين قاعد يستعمل في هاتف تكتيل سيرمون به. نعاودوا نتصلوا به بربي كان قص الخط. نعاودوا نتصلوا به. ما زلنا صفر من النقاط في بالك ولا صفر صفر ما زلنا صفر صفر. ليه الفيلم تفكروا مثلت فيه ناتالي بورتمان؟ علاش ما قلتلوش انا راني سور ليه قلت انغي ثامن مرتين قلتها. انا كبشت شوي ومع هو صيد جيت قد نمر. بيه مازلنا صفر من النقاط. تنقول لكم مازلوا عنا نمشيوا للكيستيون. اتحصلنا عليه ولا اتحصلنا عليه سي تغشش يلا نخرجوا بيوب لطن نتحصلوا على سي نوردين خد ما نجموش ناخذوا متبري اخر ترتيحة صغيرة مع الفاصل راجعين. 7:51 دقيقة قبل الفاصل حسين وسين نوردين الزوز ما حبوش يسمعوا كلام لي كرونيكوز معناها اختاروا العند. سين نوردين الو ما في سين نوردين كالصيد بربي نحبك تبنجو كالصيد نحبك تبنجو يا سين نوردين. سكر عليه سكر عليه كالصيد سكر عليه. يلا مازلنا صفر من النقاط تعادل عادل بما انه المتبارين اختاروا هاك. يلا سيدي السؤال الاولوي مره اخرى. السؤال يقول لويز هو ذهب ولا جوهر؟ هو ذهب.
هو الذهب. جواب صحيح. سلمى أحمد ياسر. يا سي حسين. نعم خويا، سؤال على نقطة 30 ثانية، كانت حاب تعمل كيما سينور الدين تواصل في نفس التمشي ده براسك. السؤال يقول Unbreak My Heart هي أغنية لشكون؟ اقتراحات: توني براكستون، سيلين ديون، ولا ماريا كاري؟ توني براكستون. ويني العب يلا ويني توني في دارها توني براكستون. توني براكستون. توني براكستون جواب صحيح. برافو يا حسين، نقطة. اي حسن اغنيه ولي جيب دا يبكي وقت على صاحبته اللي هي اكس لو اكس ما تقالش اكس قال ما تكون عشق تحب وحدك هكيك راهو خاطر قبل كنا صغار ما كانش فما بال حتى التصويره تضرب فيها تولي تبكي عليها الاكثر كنا نحبوا الساعه الاولى نتاع القسمه اللي تقعد في الطاوله الاولى شعرها ارتب تروح تسمع شو اغنيه ومحليها وتجمع يا حسره. جيل ذهبي، جيل عظيم، وعندها قومه اللي بالريحه. جيل كان فيه برشا احترام مدام وبرشا اخلاق. وليد بربي ما اسمعني وانت صغير ما كتبتش لطفلة احبك في الكراسة كايت سوفنير ليش احبك هكا؟ والله جيتني مرة بركة الكراسة. احنا اكثر حاجة جينا يا زربوت يا حجرة نتاع تكويرة يا ما عندكم امه معناها ليه متوفوا على الورق اي والتصاور هذيك معناتها تروح بتجين مقطعة على تصويرة نتاع عرنب ولا جمل ولا يحكي فارغ. كانت الحياة سهلة مهلة نافيون روز كنا شيخين دقيق. يلا سيدي نقطة السي حسين، مازلنا صفر من نقاط السي نور الدين. سؤال الأولوية مرة أخرى، سؤال يقول الساعة المعكوسة موجودة في مطمطة ولا تسطور؟ الفار مرة أخرى، عرفتك باش تحصل. الفار الفار سير الفار سير لا لا سير أنا الفار. متأكدة لي متأكد الفار حتى أنا متأكدة لي هاك بشوف. لا ما كملتش أور لا سور عطيوة عطيوة خليه يشوف أنا متأكدة لي أنا سور جاوبت قبل ما كم كيما المرة اللي فاتت أنا سور نعرف تنثبتوا فيها ترجعوا بعد تقاوها تار أنت بيدك مقتنعة والله كون والله كون عندك فير بلاي كون عندك فير بلاي أنا ما كملتش أور وأنت نزلت قبليك أنا واحد استعرف التوى والله بعد ثبتوا سوغوندا صدقني سوغوندا طبعا بعد يثبتوا فيها خاطر ما زالوا ما ثبتوش هما جاوبوا الإعداد بركة ما زال EFM TV عطيني يا رجعني رجعني ميسج نحب نثبت انا اخويا عادل عادل راهو بعد نرجع نقاها سي اللي باش يخسر باش تخلصوا له والله ما تخلصوا له 500 دينار كلكم راني قلت لكم راهو بعد نثبت نثبت نلقى يا ايمان نثبت نلقى خاطر المره فاتت ثبت وصارت نفس الـ اذا كان ثبت ونلقى سلمى جاوبت قبل ما نكمل سؤال 500 دينار اللي باش يخسر تكملوها سيدة المخرجة تحمس وليتك انت تقود في الفريق هذاك تحمس وليتك. عطيني نمشي للرحمة ولا انا سلمى ثبتوا سلمى جاوب نهائي سلمى سلمى والله نثبت من بعد يا عم الله دليل. اي سي حسين حسين وي معك 30 ثانية حسين. السؤال يقول أنا هي البلاد الأوروبية اللي تستعمل آلة المزود. الاقتراحات: اسكتلندا، النرويج، ولا رومانيا؟ عندك فكرة سي حسين البلاد الأوروبية اللي تستعمل ما بين رومانيا واسكتلندا نرويج أنا مانيش متأكدة من المعلومة ما جو بونس رومانيا مانيش متأكدة أنا بدي شكة كيفك ليه اسكتلندا جواب نهائي جواب نهائي حسين اسكتلندا جواب نهائي والإجابة صحيحة. برافو نقطة ثانية حسين نقطة ثانية الحسين يا سي حسين ما زالت لك نقطة على 600 دينار وسين نوردين لازمك مدام مرة تراباج كبير. يا سيدي سؤال الأولوية مرة أخرى، السؤال يقول شنو هو اسم فرقة البوب البريطانية اللي كانت فيها فيكتوريا بيكام؟ سبايس جيرلز. مش بيك يا رحمة ما بيك يا رحمة جواب صحيح.
هاي سي حسين. نعم. 30 ثانية سي حسين يفصلوك على ال 600 دينار. السؤال يقول: وين موجودة أكلة الفنوت؟ الاقتراحات: صفاقس، الكيف، ولا جبس؟ سي حسين تعرفوا شو الفنود؟ لا ذكرني. هو السوبيا المقلية تاع صفاقس. صفاقس 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 صفاقس. جواب نهائي. أي الفنود هي أكلة صفاقسية وهو السوبيا المقلية ويعملوها بعد ساعات بني. صحيح حسين. نعم. جواب نهائي. أي أكلة الفنود اللي أنا توا شتيتها الحقيقة بين صفاقس الكيف جيب صفاقس. جواب صحيح. برافو حسين، مبروك عليك. مبروك مبروك عليك حسين. 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك حسين. عايش خويا. عايش. عايش. يا حسين على شكون تحب تسلم؟ اي والله نحب نسلم اول حاجه على امي. اي ربي يفضل لك. عايش. وخويا سهيل برشن والمدام نتاعو ايلين. اي بنات اختي زوز، خاطر خالو عم. انا بنات اختي زوز مايسا حلوة. خالو عم ولادي خالو عم ربي يفضلهم الكل يا حسين. وربي يخليك. مبروك عليك ال 600 دينار كاش من هدي اتصالات تونس. سي نوردين. سي نوردين مبروك عليك انت زادة بوندا شاقيمته 100 دينار من هدي اتصالات تونس. الفايز معنا في ديجيتال بارح هو علي بوقرة من صفاقس. مبروك عليك 600 دينار كاش من هدي اتصالات تونس. سلمى ميرسي بوكو نورتني اليوم. رحمة ميرسي بوكو نورتني اليوم. عزة تويتي في الاخراج، درة زهرة في الاعداد، ايمان ويام سفيان اي اف ام تي في. تحية كبيرة لكم، نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. رخصي على الناس كل. باي باي.